وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا بها عندك عام درجات وتبلغنا بها اقصى الغيب من جميع الحرمات في الحياه وانت الممات اللهم انت معشوقنا ورضاك مطلوبنا حقنا محبتك ومعرفتك اللهم افتح لنا بفتك العارفين اللهم احكم لنا بخاتمه السعاده واجعلنا من الذين سبقتهم الحسنى والزياده بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعليه وصحبه بالسيادة وسيدنا أبي العباس الحاضر صباح البلغان بالاستقامة وسيدنا أيوب الأعظم الشعب والجلال والكرامة وسيدنا الشيخ عمر أبي الحسن الشاذلي كل المحققين ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.